صحة إيدك صحة إيد ماني صحة صحة إيدك ماني. أول شيء هو عيد مبارك لكل سيدات الوطن أو بصفة عامة الجزائريات والمرأة الصحراوية. نهنئ كل مرأة جزائرية خاصة في ولاية بشار، نهنئهم بهذه المناسبة وإن شاء الله كل عام وإحنا بخير. مبارك عيدكم نساء الجزائر كاملين. تحياتي بهذه المناسبة للمرأة وخصوصا إلى المرأة الكشفية، ونتمنى ان شاء الله كل عام هما بخير والمراه الجزائريه بالف خير وشكرا. صباح سعيد للمراه، اقدم لكم اجمل التحيات. ان شاء الله ربي يطول لنا في عمر ميماتنا ويخلي لنا نسائنا اللي هما كما نقولوا جند من اجنده هذا البلد، وربي يحفظهم ان شاء الله وكل عام هما بالف خير. ورحنا فرحانين بنيتي بهذا عيد المراه، وعقبال العام الجاي ان شاء الله والله يحضر كاع البنيات بنياتنا وبنيات المسلمين.